السلام عليكم، مرحبا، رجعكم في جديد. في اليوم حيكون اللهيب الاسطوري او فتح علبة اللهيب الاسطوري، وهذه العلبة قدامكم شباب. جايكم من شركة تي دي، وهذا اليد اللي تيجي معاه، والببج صراحة اسطوري شباب، تغير من نمط اليمين لليسار، والقاعدة هجومية الا ربع، يعني في النهاية يسد فاعل. فقبل ان ننزل شباب شوفنا فعجبت بعض الله يجزاك الله خير، نوصل 1000 لايك في يومين تقريبا، فاتمنى المقطع يعجبكم شباب. فيلا نبدا. كيف هذا كل شيء في العلبه الا اليد؟ هاي طبعا احنا اشتريناها. طبعا البول جايكم من تي دي. اول حاجه بعرض لكم القاعده، بعدين اخر شيء بنروح اللاير. عارف ان عكستها بس عشان نوريكم يعني. اوكي، هذه القاعده نفس كل حاجه بس انها مو متكارتومي. درايفر طبعا انا غارزها من هنا نفس كارتومي، لانه حقت كان فيها مو مغروز طالع على فوق، فكان دفاعي بس ما يصير هجومي. اوكي، هذا يعني تقريبا على شكل نجم. هذا ديسك 7 لقيناه في احد بلابين اللي مها اصليه، فحطيناه في هذا البلبل. هذا هو الديسك، نفس ديسك اللهيب. فاوريهم بس واقف شباب عبد الرحمن. ثقيل شو؟ اوكي، شايفينه هنا هو. كيف هذا من تحت يمديك تركب على الفريم. فنروح لاخر حاجه في البلبل، هي اهم حاجه اللير. كيف شكلها؟ جدا اسطوري شباب، زي ما شايفين هنا في شكل لهيب بلبل ماهر. التطور الاول راح يكون في تطور ثاني في هذا الجزء. فهذا احنا فتحناه قبل في القناه، والحين بسوي لكم عرض بلبل، وبعدين حنسوي لكم فتح عربه البلبل الاصلي، فترقبوا. اوكي، المناطق الحاده هنا وهنا وهنا و دقيقة، هنا وهنا وهنا وهنا. فالمناطق الحادة كلها لما حسبتها طلعت 7 مناطق حادة. هو يدمر من 7 مناطق، عشان كده في الانمي جدا قوي شباب. فهذه يد اللي استخدمها ماهر في الانمي، مسارية كده. كيف نسينا نقول لكم حاجة، انه يمديكم تغيروا نمط البلبل من هنا من التيث باستخدام اليد اللي تيجي مع البلبل، او اليد اللي انت تشتريها. بس احنا نستخدم اليد اللي تيجي مع البلبل عشان بس نوريكم الطريقة. من هنا طبعا هو المفك حيكون من هنا، وتغير النمط اليمين واليسار. تعال نشوف. اوكي، تفكوا هذا. اوكي اوكي، خلاص ما حنفكوا بعد ما نسوي، حنستخدم هذه. اوكي، طبعا هذه هي اليد اللي تيجي مع البلبل، يد قوية شباب. اوكي، يمين يساري. هذا المكان شباب جدا رهيب، يعني مسكه قويه، لما تمسك كده تحس بطاقه شباب. اوكي، طبعا نحن حاطين على نمط الليفت اليسار، يعني هنا الرايت، يعني دخل حبل من هنا يصير يساري، دخل من هنا يصير يميني. فهيا نفك كده، مره نفك شباب. فحنغير من هذا الجهاز سلاف هنا. اوكي، هذا اول شيء، اول شيء خلينا نبدا بهذاك. من هنا تاخذ هذا، تلاقيه على شكل تيث شباب، تحط اللير عليه كده. دقيقة، دور في شيء تدوره اللي هو هذا، شايفينه؟ مو واضح هذا الشيء، هذا الشيء وتحطه في هذا الشيء شباب. شوف دقيقة شوية، شوف شباب، شوف انا ايش فيه. في هنا منطقة، في هنا منطقة، في نتوء، وعن هنا عندكم هنا منطقة مفتوحة، وهنا في منطقة مفتوحة ثانية، وهنا عندكم منطقة زايدة ومنطقة زايدة ثانية في الجهة الثانية. فتحطوا المفتوح مع الزايد كذا، يصير كذا الشكل يصير، وبس تلفوا على اي جهة معاكسة يقوم من هنا يتحرك زي ما انتم شايفين. اوكي، نفس الطريقة في هذا، بس هذا احسن، هذا احسن في اللف كذا. تحطوا على نفس الشيء اللي قلت لكم عليه عبد القادر، وتلف كذا او كذا. فهو النمط حنجربه معاكم اللي هو النمط اليميني. اوكي، نركب البول، نسمع صوت التيث. هي اقوى صراحة، التيث انا مكسرة شوية، هو اقوى في حق تكارتومي. فبس التيث حقتنا هنا مرة قديمة، فعشان كده تلاقوها مكسرة شوية. فيلا نبدا بالنزلات شباب، خلينا نبدا بالنزلات. هنبدا باول بول اللي هو الحال متجدد. طبعا عبد الرحمن تقريبا كان قاعد يسوي لكم العرض، وانا الحين بدخل اسوي لكم النزلات. فيلا نبدا. بس شباب اوكي، عندنا اول بول اللي هو الحال المتجدد، بدا طاب قبل شويه، فانا اتوقع بس طاب. لا لا لا
طب احنا من هنا المنطقة مفتوحة فطاح البلبل، احنا قاعدين نصور فوق طاولة فطاح البلبل خلاص راح كل شيء. هو البلبل اللي حاخسف خلينا نشوف على السطر. عشان بلبل تقريبا خلينا اقول لكم ايش اللي انا يعني انطباعي عنه، لو كان بنمط اليسار يكون افضل في الهجوم، لو كان بنمط الدفاع يكون افضل، لو كان بنمط اليمين يكون افضل في الدفاع. طبعا اللي اصلا من تكاثم القاعد حقه كده جاي غريبه، لو رميته مستقيم يكون كيف يعني مزدوج البلبل، لو رميته مستقيم يكون دفاعي، لو رميته مايل شويه يصير هجومي لانه حيدور على هالنجمات. فهذا اللي من تكاثم. بس اللي من تيدي عبد الرحمن كان فيه شيء بقشه وكذا شيء طالع مدور كذا، فعبد الرحمن شاله، فلما شاله صار في زي منطقة محفورة من جوا، فخلاص أنا ما بدي أخلي الباب هذا دفاع حتى لو إيش ما سوينا، فخلينا نشوف هل يصير دفاع ولا لا. شوف تقريبا لا، بس اللي متكافتوا ما يتوقع يكون دفاع لو رميناه مستقيم. فخلينا نغير النمط وخليه على الهجوم اللي نحن نحبه اللي يصير تحطيم والأشياء هذه. فيلا بس كده بكل بساطة شباب غيرنا، فيلا نشوف التحطيم على وصول. خلينا نشوف اول شيء، خلينا نرجع عن الصخر. طبعا الصخر قوي فخلينا لا نجيب واحد ضعيف عشان نشوف ان واحد فيه ضعيف زي هذا الحلو. يلا اتوقع كلكم شفتوا انه حطوا من ضربة واحدة، فلو نقدر نجيب لكم هي سلو موشن نجيب لكم هي سلو موشن. خلينا نجيب اللحام مرة ثانية. طبعا انا ما حقول واو اي شيء لانه اصلا اول شيء انا عارف ان بلبل قوي، ثاني شيء ابوي نايم، فالغرف تقريبا جنب بعض نحن قاعدين نصور فيها واللي هو مكان اللي نايم فيه، وعلى الاغلب احنا دائما نصور في الليل فعشان كذا ما حقدر ازعجك. ترى بلبل هذا مقص فايب. يب مندوب اقول لك انك تقص لا تفشلنا يا حبيب. كيف خلينا نزرب هل هو مقص من جد ولا لا. يلا يعني مقص يعني شوية يعني مو مرة كثير، فكويس صراحة بلبل شباب مرة أسطوري يعني، فلأنه هذا موصلي فعشان كذا المفروض يكون في مطاط وقع من تحت أو شيء مطاط خفيف يعني مو زي مرات نصب كثير. فصراحة بلبل عجبني، ويلا نروح البلبل اللي بعده التجربة الثانية اللي هو خفاش النار. اللي عنده شاب لا تحسب إنه هو ضعيف، ترى هو صحيح مرة قوي. شكله كده حيخسر حتى الدولة، برضه خسارة ثانية، فخليه ارجع النمط اليمين ونشوف. يلا بكل بساطة كده بس نحط اليد نخليها تركه وبس كده. الحين نرجع البلبل ونبدأ نكمل لعب. لا ما راح تحطم، ما داري ليش شباب، معنا في يعني في الواقع تحطم عندنا لما نلعب احنا حالنا خلف التصوير دائما بلعب كله تحطم. كيف هذا تقريبا نقطة الخفاش. خلينا نلعب لكم اخر جولة، اذا ما تحطم راح انهي المقطع شباب. اذا ما تحطم يا لهيب امين التحطيم. شو رايكم شباب فيني؟ طبعا بلبل طاف عشان كذا اضطر ان اروح اجيب تلة موجبة. ايش رايكم فيني وانا اتوقع الاشياء تصير؟ فا كذا اتوقع تمام عندكم اهتزت صح شباب؟ بديت في هذا غلط كذا كويس. لا والله ما كويس مرة كذا كويس. فنجيب لكم الهيبة المستعر. ايوه الهيبة الاسطورية ارن التحقيق. لا ما نفعت على المرة هذا بس يعني نفعت على واخر. يب نجيب لكم بلبل هجومي بس يعني هجومه معتدل تقريبا.
كيف فاز الشجاع. فخلينا نجيب لكم بلبل يفوز على الهيب بيست. خايفة تصير اسويها الحين ما اعرف اذا كان حسويها ولا لا. هاي الشجاع بس فينيش شيء بحطها. ايش يصير؟ كل شيء عندكم تمام صح؟ كل شيء عندكم تمام شباب. انا من اول خايف احطه والعب بقوه يعني. فخليني ارجع اللهيب العب اشجاع بس من نفس اقوى قوه عندك. كيف فاز اللهيب؟ فكيف تقريبا شباب تقريبا خلص كل النزاعات اللي عندنا. فبس هذا كل اللي عندنا. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير واكتبوا ايش رايكم في هذا البلبل. وصلنا للختام. سلام. توقع المقطع اليوم كان يعني مو مره كويس. المود عندنا اصلا مو مره كويس شباب. حاجه وكذا طفش. فمقاطع جايه تقريبا اغلبها راح تكون بهذه الطريقه. واذا خلص الشيء اللي احنا فيه او المشكله اللي احنا فيها راح نقول لكم ايش السبب. سلام عليكم.